تعالوا نروح لتقرير ولقاء مع الكابتن الكبير كابتن خالد الغندور والكابتن الكبير كابتن احمد عبد الله عن مباراه مصر والسنغال. نشوف اللقاءين ونرجع نكمل كلامنا. ان شاء الله يبقى خير. يعني انا شايف ان الماتش اللي فات اللي احنا لعبناه مش مقياس، لان انت كنت لاعب قبل الفاينل اربع ماتشات كبيره وباكسترا تايم، ف يعني شايف ان هو ان انت المره دي عندك فرصه. اللي بيريحنا ان الماتش الثاني يبقى عندنا، بس خلاص قدر الله ما شاء فعلا هتلعب الماتش الاولاني هناك. نحاول على قد ما نقدر ان شاء الله نطلع باحسن نتيجه في الماتش ده عشان تحطهم تحت ضغط وانت ما تروحش تلعب مضغوط هناك قوي. فان شاء الله ربنا يسهل مع دخول الجماهير في استاد القاهره، يمكن يبقى لها تاثير كبير على اللعيبه بتاعتنا، وان شاء الله نطلع باحسن نتيجه الماتش ده. يعني هو كان جايب المره اللي فاتت محمد عبد المنعم، وكان جايب محمد، وكان جايب مهند، وكان مصر على مروان، واللعيبه دي لما شاركت في البطوله كانوا كويسين جدا. فخلاص هو اللي حصل هو اختار لعيبته، وان شاء الله اي واحد فيهم يبقى نجم وقادر على انه يتحمل مسؤوليه ونعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. يعني الكوره كلها دلوقتي علم، فمساله انت في البطوله كنت بتلعب ماتش واكسترا تايم وتلعب بعديها بيومين ماتش تاني باكسترا تايم وبتكسب، فالمساله بتاعت ان هي الاجهاد وكده سهله ان شاء الله تتظبط، عندك تعمل ريكفري كويس للعيبه، اللعيبه بتبقى جاهزه للماتش. احنا عندنا لسه ماتش يوم 25 يعني النهارده 20 خمس ايام ان شاء الله، ان شاء الله تبقى اللعيبه جاهزه واحسن فورمه ليها باذن الله في الماتش ده. ان شاء الله نكسب هنا، يعني انا بقول لو كسبنا هنا يعني انا بحس ان استاد القاهره مشكله للفرق الافريقيه، فان شاء الله يبقى نكسب هنا اتنين، هناك بقى انت ونصيبك. اللعيبه بقى لها كتير ما لعبتش وسط العدد ده، بالراحه عليهم واحده واحده. كل اللي مطلوب تشجيع، لان وات ايفر النتيجه اللي هتطلع ده شوط اول هيعوض الشوط الثاني، ما تجيش تدوس عليه في الشوط ده قوي، اقف معاه لغايه ما تخلص 90 دقيقه دول، ونقف معاهم لغايه ما الماتش يخلص والماتش الثاني يخلص. بس انا رايي يعني اطلب من الجمهور ان هو تشجيع 90 دقيقه، بلاش يدوسوا على لعيبه قوي، لان احنا بقى لنا كتير قوي ما لعبناش بالعدد اللي هيخش ده. اولا بس عايز اسلم على كريم رمزي واقول له مليون مبروك على البرنامج الجميل بتاعه، ومن نجاح لنجاح ان شاء الله. ان شاء الله نكسب الماتش الاولاني 2-0، والماتش الثاني هنتغلب 2-1 وهنصعد ان شاء الله باذن الله. اللعيبه اللي موجوده كويسين جدا، واللي اختم اختيارهم فعلا مستواهم وفورمتهم الفتره الاخيره كويسه جدا. يعني عمر جابر لعيب كويس جدا وعنده خبرات سابقه يعني، وبيأدي كويس مع بيراميدز، وكمان كل المجموعه اللي اتاخدت، نبيل دونجا مثلا اول مره يتاخد، لعيب كويس جدا وكان موجود في المنتخب قبل كده. ان شاء الله باذن الله ياسر ابراهيم برضه لعيب كويس ولعيب منتخبات من هو صغير. ان شاء الله اللي موجود كله يكون على قدر المسؤوليه ويفرحونا كلنا ان شاء الله كمصريين بالتاهل لكاس العالم ان شاء الله. كان نفسك لعيبه في القائمه تنضم غير القائمه اللي اعلنها كروش؟ لا انا اي حاجه كابتن خالد بيقولها انا معايا، يعني ما بقدرش اعترض في الحاجات دي، اعترض في حاجات ثانيه. والله ان شاء الله. لا انا حاسس ان دوافع اللعيبه هتكون اقوى من الاجهاد اللي هم متعرضين له. دوافع اللعيبه كل لعيب بيحلم ان هو يروح كاس عالم، كل لعيب بيتمنى ان هو يكون موجود في كاس العالم وخصوصا في دوله عربيه. ان شاء الله ما نفوتهاش، وان شاء الله نكون قادرين للوصول باذن الله. كلنا في ظهر منتخب مصر، وكلنا على قلب رجل واحد، زملكاويه واهلاويه وكل الانتماءات. كل الناس لازم تكون في ظهر المنتخب، سوشيال ميديا، الشباب اللي بتشير الحاجات علشان المنتخب، لازم كل الحاجات تكون ايجابيه، وكلنا منتخب مصر لان مصر ام الدنيا، وان شاء الله منتخبنا باذن الله يكسب 2-0.